اكتب الكسر 7 على 8 على هيئة عدد عشري وعدد نسبي أو بنسبة مئوية. سنبدأ مع العدد العشري وسنرى كيف أنه من السهل التحويل من عدد عشري إلى عدد نسبي. الآن عندما تواجه مسألة من هذا النوع فيمكن لها أن تسبب الإرباك، فكيف سأقوم بالتحويل إلى عدد عشري أو إلى كسر على 100 أو حتى إلى نسبة مئوية؟ عليك دائما أن تتذكر أن 7 على 8 أو 7 أثمان هما وجهان لعملة واحدة، أي أن 7 على 8 يساوي 7 أثمان، وهذا يعني حرفيا 7 مقسومة على 8 وليس 8 مقسومة على 7، أي 7 مقسومة على 8. البسط مقسوما على المقام. الآن كيف سأقوم بتحويل ذلك إلى عدد عشري؟ حسنا، نستطيع في هذه الحالة أن نجري عملية قسمة طويلة، لكننا سنستمر بالسير إلى ما وراء الفاصلة، بالتالي لن نحصل على باقي أو أن ننتهي بأعداد دورية. سترى ما أعني، في هذه الحالة لن نحصل على عدد مكرر. فلنجرب هذا، 7 مقسومة على 8، 7 تقسيم 8 كم ناتج قسمة 7 على 8؟ حسنا، لا يمكن للسبعة أن تقسم على 8 وهذا يساوي 0. في الواقع علينا أن نتأكد أن كل شيء واضح، لذلك نضع فاصلة عشرية فتصبح العملية كالتالي، 7.000 مقسومة على 8، وتستطيع أن تضيف أصفارا حسب الحاجة إلى أن تنتهي من عملية القسمة. إذا لدينا فاصلة عشرية هنا بجانب العدد 7 هنا، كما قلنا 7 على 8 يساوي 0، 0 ضرب 8 يساوي 0. نطرح 7 ناقص 0 يساوي 7. الآن يمكن إنزال 0، ننزل الصفر فيصبح العدد 70، ونقول كم ناتج قسمة 70 على 8؟ حسنا، 8 ضرب 8 يساوي 64، 9 ضرب 8 يساوي 72 وهذا كبير جدا، إذن 8 ضرب 8، إذن هنا 8 ضرب 8 يساوي 64. عندما تقوم بالطرح 70 ناقص 64 يساوي 6. لا زال لدينا باقي لنستمر، إذن ننزل صفر آخر، ننزل صفر آخر هنا وتصبح 60. نقول كم ناتج 60 تقسيم 8؟ هذا 8 ضرب 8 يساوي 65 وهذا أكبر من 60، أما 8 ضرب 7 يساوي 56، إذن هذا جيد. إذن 7 ضرب 8 يساوي 56. نطرح الآن 60 ناقص 56 يساوي 4، ولا زال لدينا باقي، لذا دعونا ننزل صفر آخر لنضع هذا الصفر هنا، وكم يساوي 40 على 8؟ حسنا، 8 ضرب 5 يساوي 40، إذن لدينا العدد 5، 5 ضرب 8 يساوي 40، ونطرح ونحصل على الناتج بدون باقي أي صفر. إذن يتضح لنا أن 7 على 8 تكتب على هيئة عدد عشري هو فاصلة 875 بالألف. إذن 0 كعدد صحيح و 875، إذن 7 على 8 يساوي 0.875 بالألف.
الآن أنجزنا التحويل إلى عدد عشري، والخطوة التالية هي للتحويل إلى نسبة مئوية، وإذا كان لدينا العدد بصورة عدد عشري فيمكن تحويله إلى نسبة مئوية ببساطة، بحيث أنك ستقوم بتحريك مكان الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين، ومن ثم تضع علامة النسبة المئوية. السؤال الآن، كم بالمئة سيمثل هذا العدد؟ تستطيع تمثيل العدد على أنه 875 بمنزلة الآلاف بعد الفاصلة، واسمحوا لي أن أكتب هنا الكسر، فنقول أن هذا يساوي 875 على 1000. هكذا كنا نقرأه في الماضي، هذه الفاصلة لمنزلة الآلاف، ويمكنك قراءته على النحو 87.5 × 10^100. فإذا قمت بالتحرك منزلتين سيصبح العدد 87.5 على 100، وإذا قمت بأخذ هذا وقسمة كل من البسط والمقام على 10 فستحصل على هذا، ويلفظ 87.5 × 10 بالمئة، أو نقول 87.5 × 10 بالمئة. إذا هنا هذا مساوي لي 87.5 بالنسبة المئوية، وهذا يوضح سبب نجاح الطريقة دائما، لكن الطريقة الأكثر سهولة إذا كنت تملك عدد عشري وأردت تحويله إلى نسبة مئوية، فستستطيع ضرب العدد بمئة وتضع علامة النسبة المئوية، وهي تلقائيا تلهمك بضرورة القسمة على 100، فتقوم بالضرب والقسمة على 100. إذا قمت بضرب هذا ب100، هذا ما يعنيه تحريك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين، فيصبح العدد 87.5 بالعشرة، ثم تضع علامة النسبة المئوية، وهو ما يعني أن تضع عددا على 100، فإنك تضربه ب100 ثم تقسم الناتج على 100، وهذا لا يغير من قيمة العدد، وأمل أن يكون هذا منطقيا. هناك طريقة أود أن تتذكرها حتى لا تكون منزعج في كل هذا، هل أضع الفاصل العشري على اليمين أو على اليسار؟ هل العدد بصورة عدد عشري يعد أصغر من صورة النسبة المئوية؟ في الواقع أنه ليس أصغر، لكنه صغير كونه تمثيل لجزء من 100، هنا العدد الموجود في منزلة المئات هنا هو أصغر من 87.5 بالعشرة، لذلك عندما نضع علامة النسبة المئوية هنا سيكون هو العدد نفسه.